بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أمين يا سميع يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على المفسدين في ملك الرحمن. نعود وما زالت هذه الآية أخواتها تجربنا جدبا مباركا لا نقدر على غلبته، وهذا من فضل الله علينا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. بنو صهيون وقعوا في هذا الخطأ العظيم، وذلك علاش ملعونين إلى يوم القيامة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا هاو طريق قوي، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، أي خذتوه بعلم ما بوهم، تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون دراسة عميقة لا زور فيها ولا انقلاب على الواقع الرباني من حيث ألوهيتي ووحدانيتي وإنزالاتي. نسأل الله أن يوفقنا لما ينفعنا في الدنيا والآخرة، أمين يا عليم.